رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه وبقال وزمان حب هدومك يا رمضان. هذا البرنامج برعاية ورجعنا لكم أعزائنا المشاهدين زي ما تعودنا معاكم دايما في آخر فقراتنا اللي لازم نتلمس فيها روحانيات هذا الشهر الفضيل مع فقرة الابتهالات والقراءات الدينية للقرآن الكريم وللإنشاد الديني. طبعا احنا يعني دايما بنأكد على مفهوم في الفقرة ديت، هي ارتباط روحانيات رمضان وروحانيات الكلمات الجميلة سواء كانت كلمات القرآن الكريم أو كلمات الإنشاد، هي كلها كلمات طيبة يعني بتحسن السلوك وكمان بتحسن الحالة النفسية، يعني بتفك عندنا كده مشاكل كتير جدا وبتفك من عندنا يعني يمكن أزمات كتير داخل نفوسنا احنا يعني ما بنبقاش عارفين هي اتفكت ازاي، بس مجرد ما بنقرب من ربنا وبنسمع كلمات الله سبحانه وتعالى سواء بالإنشاد سواء بالقراءة القرآن، يعني أكيد الموضوع ده بيثلج صدورنا جميعا. خلوني أرحب بضيفي وضيفكم النهاردة اللي احنا قررنا بامتياز إن هو يكون فلاح، ابن فلاح، ابن هذه الأرض الطيبة، موهبة ربانية سبحان الله من عند ربنا، صوت جميل وفي منتهى الروعة، وفي نفس الوقت حتى الآن لم يتخلى عن كونه فلاح، ابن فلاح عايش في فلاحين وبيشتغل بإيده، فران شريف بيأكلنا كل يوم عيش الصبح، وفي نفس الوقت له موهبة خاصة جدا. احنا بس بنثبت لكم ان مصر ولادة وان مصر باهية وصبية وفلاحة. معايا ضيفي وضيفكم العزيز الشيخ كرم السيد محمد، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك يا فندم. يعني احنا عايزين بقى نعرف السادة المشاهدين بيك الأول بصوتك الجميل. الله يكرمك. يلا ممكن نبتدي كده بابتهال جميل منك. ينادي المنادي باسمها فأجيب وأدعو ذاتي وأدعو ذاتي عن ندائي عن ندائي تجيب وهو وإلا وهو وإلا أننا روح روح واحد تجاولنا جسمان تجاولنا جسمان وهو عجيب كشخص كشخص له اسمان نعم كشخص له اسمان والذات واحد ينادي المنادي ينادي المنادي باسمها فأجيب وادعو ذاتي وادعو ذاتي عن ندائي تجيب وهو وإلا وهو وإلا أننا روح روح واحد تجاولنا جسمان تجاولنا جسمان وهو عجيب كشخص له اسمان نعم كشخص له اسمان والذات واحد. الله عليك ما شاء الله، ربنا يفتح عليك يا رب. يعني بعيدا كده عن صوتك الجميل ده، انا عايز برضو ادخل في منطقه تانية في حياتك وهي كونك ابن هذه الارض الطيبه. يعني كلمني كده عن ذكرياتك في رمضان وانت طفل، كلمني عن الريف المصري في الوقت ده وارتباطه بالانشاد الديني. احنا عندنا الصعيد رمضان كان بيقبل ليه زهوه واحنا صغيرين كده،
كنا نستنى لما المغرب يأذن ونفضل نجري يعني حاجات يعني تقاليدنا احنا غير مصر. ونفضل نجري في الشارع المغرب أذن ونفضل نجري بقى. الله. لا حضرتك يعني تقاليد الصعيد لحد دلوقتي برضك فيها مميزات غير هنا غير مصر. الناس هناك برضك الصعيد غلابة وعلى قد حاجة أقل حاجة بتفرحهم. أيوة. أقل حاجة بتفرحهم الناس بيكافحوا وبيطلعوا واخد البالك يشتغلوا في الغيط اللي الواحد يوم الصبح اللي عنده شوية مثلا برسيم يحشهم عنده شوية أي حد حضرتك بيشتغل في لقمة عيشه شوية شوية قوطة شوية ملوخية شوية بامية احنا بنقول على الهويكة عندنا في الصعيد. أيوة. جميلة طبعا يعني مين ما يعرفش الهويكة لكن خليني برضو أسألك سؤال أكيد في شهر رمضان يعني دائما المواهب اللي زيك اللي ليها ميل للون الإنشاد دايما بيبقى ليها شكل جذاب في شهر رمضان يعني اعتقد في حاجات في القريه كمان ممكن تفتكرها هي اللي كانت بتشد ودنك انك تقعد تسمعها في رمضان صحيح لا حاجات كتيره حاجات كتيره كنا بنسمعها طبعا كنت بتسمع ايه بقى في المساجد لا كتير كل التلهات وشيخ لما القران وكده وتروح تسمع في الجامع احدثها يعني للناس قدام منك فيعني الصعيد يعني مليان بالمواهب مليان انا حضرتك انا ممكن بس بعد لقائنا ده انا دخلت على واحد اوهمت من جمال صوته مش هو مش صوت مش حكايه صوت قال لي شويه كلام حضرتك مش ما سمعتهمش قبل كده كلمات الله عن قصه الشجره اللي هي بتاعت سيدنا محمد الله طب ممكن تسمعنا منها حاجه ما نفسي حضرتك لسه واخدها من الراجل لسه اولت امبارح مش فاكر منها ولا حاجه لا لا لسه ولا ما مقطع لسه صغير. ما طيب خلينا الاول نسمع منك حاجه ونرجع نتكلم تاني ماشي قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون نعم قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون وأجنحة تطير بغير ريش وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين نعم لله رجال إن حضروا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا وهم من سماع الحب طابوا أحباب أحباب نام الرجال أحباب من سماع الحب طابوا وعند سماعي حضروا وغابوا وقد خلعوا العذار نعم خلعوا العذار إليه وجدا وفي كل الأمور إليه نابوا رجال لم يرضوا بغير الصدق قولا وفي صدقهم جاء الكتاب وفي صدقهم نطق الكتاب كيف توانى الخلق عنك وقد بدا جماله كيف توانى الخلق عنك وقد بدا جماله
الله عليك ما شاء الله عليك. معلش انا برضك واخد نزله برد من يومين كده مش قادر اطلع العادي. لا والله ما شاء الله بس عليك. يعني لو هي حد هي جت كده على بالصدفه يعني ماما نور قالت لي طب تعالى بتاع قلت لها طيب انا هجي. لا خليني بقى ارد عليك انا يعني هتسمع صوت كمان احسن من كده وهتلاقيني بس هو شويه البرد عندي تعبني شويه. الله يعافيك الله يعافيك. لكن ما شاء الله عليك على فكره يعني نغمات حنجرتك مظبوطه جدا. انا مش حاسس ان انت متون يعني بلغه الموسيقيين المحترفين ما شاء الله عليك يعني كل نغمه في محلها مظبوط مش خاسه ولا كومه ما شاء الله عليك. يعني حاسس باللي انت بتقوله جدا بتعبر بمقامات موسيقيه ممتازه جدا عن كل الكلمات. في لحظات الحزن بتستخدم مثلا مقام زي الصبا شغال بمقام البياتي والرصد والسيكا سمعناه منك كمان ما شاء الله عليك يعني واضح ان انت متمرس. لا انا حضرتك خدتها كده وهوايه كده بس يعني كده يعني في ناس كده يقولوا تعالى كرم احنا عندنا كذا النهارده ايوه وعايزين نسمعك روح واخد بالك كده بس انت مش شغال مبتهل يعني. لا مش شغال. مش شغال انت بس في حرفتك ولكن الابتهال ده بالنسبه لك هوايه. واخدها كده هوايه كان مش طب خليني اسالك سؤال يمكن في الصعيد زمان كان يعني بنشوف دايما في المسلسلات لما يحبوا يسمعوا السيره الهلاليه يروحوا في الصعيد يقعدوا على المقاهي يسمعوا الراوي بالربابه يحكي لهم السيره الهلاليه صحيح؟ طبعا. جميل. طيب لو قلنا بالنسبه للابتهالات اللي كان بيحب يسمع ابتهالات في الصعيد كان بيسمعها فين وازاي؟ يعني هل كان في مثلا مقاهي مخصصه للابتهال او في مثلا اوقات في المساجد من اجل الابتهال ولا كان الابتهال مبتهل يعني مقتصر فقط على شهر رمضان؟ لا حضرتك لا دي الحاجات دي بالذات اللي بيحب الحاجه دي بيروح لها منين ما بيروح ما يبص. ايوه احكي لي بقى انت كنت بتروح فين؟ يعني لما بتحب تسمع طبعا بتروح مثلا مولد العارف بالله في سواك. ايوه الشيخ محمد ابو بكر الجلوي. ايوه الشيخ صاحي. ايوه يعني تلف يعني جميع المشايخ. طبعا دي حاجه طبيعيه فاهمني. وفي ناس يعني بيعملوا مثلا كان زمان كل الناس بتعمل ذكر يعني اللي كان بيعمل فرح بيعمل ذكر. اصبح دلوقتي مفيش ال حلقات الذكر اتقطعت دلوقتي الشباب اللي طلع كان في حلقات ذكر وكان فيها فته وكان فيها رز والعيله تتلم وتقعد تذكر. صحيح 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 يعني دي كانت من المشاهد الجميله. كانت طبعا تجري بقى واخد بالك ايه فلان عامل ليله ذكر النهارده كله بقى يروح ايه مش هي حتى ما راحش هياكل ويشرب وايه ويتبسط. هي دي مصر. هي دي مصر العادة. يعني هي دي مصر ادي الريف المصري اللي احنا كنا بنتكلم عليه او هي دي الصوره الجميله اللي احنا كنا قاصدين ان احنا نظهرها لكم. هي دي التقاليد بتاعه الريف المصري بتاعنا الجميل. كانت حلقات الذكر بتتعمل لذكر الله يعني للترويح عن القلوب. الناس البسطاء الكرماء الجمال دول في اهالينا في الريف وفي الصعيد كانوا بيعملوا حلقه ذكر ويعني بيسمعوا فيها الابتهالات حد بيقرا فيها القران الكريم كانوا بيغسلوا ارواحهم اول باول. اعتقد ان احنا بعدنا شويه عن الروحانيات والتزامنا الشديد بالماديات وقربنا منها النهارده وكتر تواصلنا مع وسائل التواصل الالكتروني النهارده اللي نسيتنا طعم الحياه افقدنا كتير من ادبيات الحوار بينا بقينا بنختلف مع بعض كتير بقينا مش قادرين نسمع بعض بقينا مش قادرين نتفاهم مع بعض اصبحت مشاكلنا كتير بسبب بعدنا عن الروحانيات. كمان يعني شيخنا الجميل الموجود معانا بي 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 بيلقي الضوء على منطقه مهمه جدا في التراث الاسلامي والتراث المصري تحديدا. يمكن جزئيه الابتهالات ديت في ناس كتير جدا مهتمه بتاريخها وبتكتب لها قواعد وبتكتب لها شيوخ وبتكتب لها يعني كل منطقه كانت بتسمع ايه ومين الشاعر بتاع المنطقه دي ومين المبتهل والمنشد بتاع المنطقه دي. تراث مصر مليان جدا والموضوع ده تحديدا اتكتبت فيه دراسات كتير لكن احنا للاسف المصريين اخر ناس بنعرف عن ده. احنا برضو حابين معاكم ان احنا نلقي الضوء على ذلك التراث المصري. هي دي ريحة مصر وسبب قوتها تاريخ مصر العريق وحضارتها وكل اللي حضراتكم بتسمعوه ده من فنون هو عبارة عن ثقافة مصر. هي دي شخصية مصر اللي اتكلم عنها جمال حماد في كتابه شخصية مصر. طبعا يعني خلينا نرجع تاني ونسمع ونستمتع بإنشادك الجميل بقى قول لنا حاجة حلوة كده. طيب حضرتك انا برضك انا ممكن اسمعك حاجة حلوة. ايوه لمحمد طه. لمحمد طه تسمع لمحمد طه برضك. انا برضك ايه مش عايز اغير لوني ايوه في مجال الانشاد برضك انا برضك عشان اعرف الشباب كل واحد يعني يتمسك ان هو يمشي في الطريق الصح. أيوة. ما يمشيش في الغلط. صحيح الفن ليه ايه ليه امكانياته
انا مش فنان، بس بقول للفنانين ما تقولش اي كلام وخلاص. ومين قالك ان انت مش فنان؟ لا انا وايه هو الفنان غير موهبه زيك؟ لكن الفنان يمكن قابلته الصدفه ان حد اكتشفه او القى الضوء عليه، لكن ده ما يمنعش ان مصر مليانه فنانين، والريف المصري مليان فنانين في كل المجالات، في مجال الموسيقى، في مجال الشعر، في مجال المسرح، في مجال التمثيل، يمكن في فنانين اجمل كتير واحسن كتير من الفنانين اللي على الساحه، لكن لم تاتيهم الفرصه. يعني احنا ما بنقفلش الباب ابدا، ما نقدرش نحكم ونقول مين فنان ومين مش فنان. الفنان يعني موهبه، سواء كان مشهور او مش مشهور هو فنان، لان الموهبه جواه. خلينا بقى نستمتع بموهبتك النهارده. حاضر. يلا سمعنا بقى حاجه حلوه منك كده. يا ليلي يا ليلي يا الغلابة يا ليل، شوف لك رد الجد ساعة الجد تمشي بو، وانت ولد زين وليك العين، وكبرت من غير كبر والشعر تاب مسي، شوف لك رد الجد ساعة الجد تمشي بو، وارضى بنصيبك وكل مجالك ومن الكلام الكلام، حافظ على كل مجالك واطلب من الله المر يحلالك، اطلب من الله عصا ينصلح حالك، اعمل عمل ينفعك واسعى لفعل الخير، وعلم الناس الناس ووريهم طريق الخير، وعلم الناس الطيب ودعيهم لفعل الخير، دايما معاك ربنا، دايما معاك ربنا يا صانع المعروف، علشان ضميرك سليم وتعيش مع المعروف. الله عليك الله عليك الله عليك. وده اللي بنتكلم فيه، يعني قد ايه كان الفن الجميل المصري هو انعكاس ريفليكشن، هي بس مرايه المجتمع بيقف قدامها وبنسمع الفن، الفن هو انعكاس لحاله المجتمع. الفن في تلك الحقبه او في تلك يعني في هذا الزمن، زي ما احنا شايفين النهارده بنسمع فن محترم جدا بيدعو الى الاخلاق الحميده، بيدعو الراجل ان هو يصاحب راجل يكون محترم، يعني كان بيمنع وكان بيحذر من صحبه السوء، كان بيوجه لاخلاق محدده، كان حتى الفن نحس ان هو حريص على الحفاظ عليها، يعني الفن كان بيفكر الناس اوعى تصاحب حد مش كويس، اوعى تغضب ربنا في فعل من افعالك، اوعى يعني تتعدى على حق من حقوق غيرك، يكون دايما حقاني ويكون دايما محترم ودايما قدم الخير ودايما ساعد الناس، دي كانت الاخلاق اللي بيدعو اليها الفن زمان، وبنتمنى يا رب انها نشوفها مره ثانيه. خلينا نرجع بقى لموضوعنا ثاني ونتكلم عن الانشاد الديني. يعني أنا عايز برضو أركز النهاردة على دور الموالد مثلا بتاعة زمان، يعني مولد الحسين، أعتقد ما فيش حد، السيدة زينب، السيدة نفيسة، يعني بنشوف ناس جاية من الصعيد وبنشوف ناس جاية من كل فج عميق زي ما بيقولوا، يعني من كل أنحاء العالم كله بتيجي، يعني من جميع الدول بتيجي. يعني قول لي ذكرياتك مع مولد السيدة زينب مثلا، لو كنت رحت، أو مولد السيد البدوي. بروح حضرتك اتفرج اشوف مثلا. قول لي عن ذكرياتك وانت طفل مثلا، لو كنت حضرت الموالد ديت وازاي اثرت فيك. لا انا اشتغلت. انت اشتغلت كمان؟ طب احكي لنا. اشتغلت انا يعني كنت ايه يعني وانا عندي بتاع 13 سنه. ايوه. تبع الشيخ محمد، طايفه تبع الشيخ محمد ابو بكر الجلوي. ايوه. فكنت بضرب بحاجه اسمها بازه والرج. يعني كنت بضرب على بعزف عليهم الاثنين. جميل. اشتغلت فتره ايه حوالي 3 4 سنين كده. ففي زيارة كده جت مناسبة، واحد من هنا من مصر صاحب الفرن اللي اتعلمت عنده ده، ف
فقال لي يا كرم تيجي تشتغل معايا؟ قلت له هاجي اشتغل معايا. فرحت سايب الايه؟ سايب مجال الانشاد ده والفن والمواد ده. سبته. لكن ما زلت برضه في جلساتك كده مع اصدقائك وبتاع برضه، ما فيش مانع انك تقعد وتنشد برضه؟ لا الحمد لله يعني. اصل الفنان دايما يعني يعني ايا كان فنه ما يقدرش ان هو يبطل فن، اعتقد لو بعد عن فنه يموت، يعني اعتقد ان انت ممكن تكون مثلا بتدندن كده وبتبتهل وبتاع وانت بتشتغل في الفن. طول ما انا شغال بقى اقول. الله. كده مع نفسي. طب خليني اسالك بقى، وانت بتقول والعمال شغالين معاك، هل بتحس ان الانشاد بتاعك وانت شغال بيحفزهم شويه او العمل بيزيد شويه؟ ان الناس بتبقى جايه من الشارع بتقف تسمع. انا بتلم زباين. انا النهارده معاك مش سليم فعلا. بس انا بخلي بص الحمد لله يعني حضرتك بخلي الناس تيجي تسمع. زباينك بيجوا يسمعوك. ما شاء الله. يعني مش انا مش متربي في وادي نطرون، انا ليا بتاع 6 سنوات في وادي نطرون. ايوه. بس الحمد لله يعني عملت بصمه هناك، الناس الحمد لله كلها بتحبني وما بتفرقش معايا المعامله. ان شاء الله حتى ما يكونش معايا غير الجنيه اللي في جيبي ده اعمل بيه واجب مع اللي جايين. المهم تقول وتسمع ناس وتبسطهم. تعال يا كرم عندنا عايزين نقعدوا مع بعضينا، اروح معاهم. جميل. مش لا ما اقولهمش لا وما زعلش حد. طيب خلينا نرجع تاني للانشاد الديني بقى، وتقول لنا حاجه كده برضو في يعني وصف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أو يعني على ذوقك. أرواحكم بيدي وتحت ضماني، أرواحكم بيدي وتحت ضماني، ما فرق بيني وبين هواي، أنا بيني وبين هواي، أنا بيني وبين المحبين العارفين الغارقين، المحبين العاشقين العارفين المحبين، تسيلوا معي بذلك شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا، أما الدليل إذا ذكرت محمدا، سارت دموع العارفين تسيل. أرواحكم بيدي وتحت ضماني، أرواحكم بيدي وتحت ضماني، أنا بيني وبين هواي، أنا بيني وبين هواي، أرواحكم بيدي وتحت ضماني، أرواحكم بيدي وتحت ضماني، ألم يا فؤادا واحد، ألم يا فؤادا واحد، أليس دين الله واحد، ألم يا فؤادا واحد، أليس دين الله واحد، المسلمين بالمساجد والنصارى
بالكنائس واليهود بالمعابد. كلام كلام على الأملاك جبريل في السماء، كلام على الأملاك جبريل في السماء، سنا جرى البنيان، سنا جرى البنيان فيها ومظهر على عرش قلبي، على عرش قلبي بالجمال روحي قد استوى. ملس على قلب الحبيب، ملس على قلب الحبيب روحي بنظرتي يا زائر الأبصار، يا زائر الأبصار حين خلقتنا. الله عليك، الله عليك بهذه الكلمات الرقيقة أعزائنا المشاهدين. يعني لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي وضيفكم العزيز الشيخ كرم السيد محمد، بارك الله فيك، شكرا لحضورك. أعزائنا المشاهدين بكده بتنتهي معاكم حلقتنا النهاردة، يا رب تكون استمتعتكم بها. لكم مني ومن طاقم العمل كل التحية، غدا يتجدد معكم اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية